ديال الاخوات اللي هما يمكن نقولوا هما البيليه ديال الاعمال ديالي سواء كانت في التلفزيون او في السينما، هما مديره الانتاج احلام عطير. احلام عطير روايه مخود على جبل موسى، مخود على روايه ديال الزهير، الاستاذ الزهير عبد الرحيم الزهير، واللي هو هذا ثاني روايه كناخذها من بعد رامو ديال شنو الرسالة؟ مرحبا زياد، حمد زياد، والرواية هي ممتازة وصافي، أنا خرجوا منها الشريط هذا اللي هو كيترجم ذاك المعاني والأفكار اللي كنت أنا متشبع بها اللي قريتها في الرواية وترجمتها لصور في هذا الفيلم. الشاهد هو أنه فيلم كيتطلب واحد شوية ديال الوعي وشوية ديال المعاني وشي باش يتفهم مزيان، لأنه ماشي يعني فيلم بسيط ولكن في نفس الوقت معقد، يعني سهل ممتنع إلى بعد. اهلا وسهلا عمر العزوز، الدار والدار اللي هناك والدار اللي احنا فيها ودارات الدنيا، وهذه الديور كلهم مزيانين. انا الدور ديالي في الفيلم لاعب دور، وانا نبات الممثل الرئيسي، والدور الاخر وراء الكاميرا هو مدير الانتاج. الفيلم فيه عناصر مزيانه، فيه مخرج مزيان، فيه سيناريو محبوب مكتوب مزيان، فيه ممثلين اكفاء، كان واحد التعاون وكان هادي. الفيلم فيه مناظر مير اللفت والناحيه ديال مير اللفت، وكذلك تيزنيت وناحيه تيزنيت، الرباط ونواحي الرباط. فيلم فيه التنوع، ملي يكون عندك سيناريو مزيان ومخرج مزيان وممثلين اكفاء ويكون التنوع، راه المغربي خصو يشوف بحال هاد الافلام هادي. المشاهد الانسان يشوف، الانسان يشوف راه داخله في الثقافه، ملي كتشوف الفيلم بحال قريتي كتاب، خصك تشوف، شوف باش تحكم. سلام. الايمان بالقوة السياسية. أكيد أن قد يكون جميل، كندير شخصيه ديال مروان في فيلم جبل موسى. شخصيه القوه ديالها هي في البساطه ديالها. مروان اشتغلت عليه بواحد الطريقه اللي مختلفه على الشخصيات اللي كان سبق لي خدمتها، لانه بدلت الروجيستر كامل، يعني كان لاعب شخصيه اللي ظريفه، شخصيه اللي كان انسان عندها واحد البعد انساني مزيان، ومتشبع بأفكار فلسفية ودينية وأدبية، وهذا هو اللي غادي يخلق النقاش مع الشخصية الأخرى. الشخصية الحالية كاين المسلسل حاليا ديال جوديا، راه كيدوز في القناة الأولى، ورحنا بدينا التصوير ديال المسلسل الآخر إن شاء الله، كاينة ظروف مع المخرج سي بليس. بسمه ديال كلشي معايا ديال الحكيم، اللي هو واحد الانسان يعيش واحد الاكتئاب، وقع عليه شي حاجه في حياته شحال هادي، وغنفهموا خلال الفيلم شنو وقع. سي اول فيلم مغربي ديال الرعب، سي فيلم ديال طلال السلهامي، سي تري بون فيلم، يا دي ديكور واعرين، كاين واحد لي زيفي سبيسيو تا هما واعرين بزاف، دونك فريمون سيرو تفرجوا باسكو كنحتاجكم في لي سال سينما باش لي فيلم يبقاو في لي سال. سي دا سي لي لا ديستريبيسيون نهضروا، ستادير كو لي ديستريبيوتور ما يمكن ما تفاهموش مع الميغاراما، ما نقدرش نقول لك انا شنو قال. التلفزيون ما عندي حتى شي حاجه، السينما عندي واحد الفيلم ديزرت واريور ديال روبرت وايت يخرج ان شاء الله، نشوف الافلام في السينما سنزيد بوكو باش نطلعوا السينما المغربيه باش تقدم، خصنا الناس يمشيو يتفرجوا في الاسر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.